كان التوام بين مائدة يوغورت التي تعتبر تراثا تونسيا والحظيرة الثقافية للأهجار الجزائرية التي تعتبر ثاني حظيرة في العالم. التوأمة جاءت نظرا للتقارب الكبير بين الطرفين، إذ أنهما تكملان بعضهما البعض، وكذا تثريان الرصيد الثقافي المغاربي. ميكروفون أسامة حاجو. احنا بطبيعتنا كبعثة كسفارة نجمو ندعموا مثل هذه المبادرات اللي تجي من مجتمع مدني ولا من اي هيكل يقدم مبادرات لدعم العلاقات التونسية الجزائرية في المجالات الكل، ما فيها المجال الثقافي. اليوم نحكيو على الثقافة وعلى السياحة الثقافية. هذان المعلمان يتكاملان، نريد بالنهاية أن نستغل خصوصيتهما في تشبيك علاقتهما من أجل أن ننمو أولا بالعلاقات الجزائرية التونسية، ثم أن ننمي المنطقتين لنجعل كل واحدة تستفيد من الأخرى، سواء في الخبرة السياحية أو في التبادل السياحي، أو نمر منها إلى مجالات أخرى مثل التبادل في الجامعات والتبادل في المستشفيات والتبادل خاصة مع الشباب والأنشطة الرياضية مثلا. مشاهدينا الأكارم.